الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول رسول الله صلى الله عليه واله بعد ان اسلم اولئك المجموعه من اليهود بعد احتجاجهم معه صلى الله عليه واله فيشير الى بعض الامور الامر الاول ان نوح سلام الله عليه آمن به في هذه الفتره الطويله أفراد قلائل ثلة قليلة من المؤمنين خلال تسعمية وخمسين سنة بعد أمر التبليغ لأن فترة التبليغ وفترة الرسالة للنبي نوح هذه الفترة كانت تسعمية وخمسين سنة وقد عمر حسب بعض الروايات ألفين وخمسمائة سنة فهذه الفترة اللي كانت فترة رسالته لم يؤمن به الا ثمانيه او ثمانين كما سبق في بعض الروايات فالرسول صلى الله عليه واله يقول بان النبي نوح اسلم على يده او امن به ثل قليله ولكني انا في هذه الفتره القصيره امن بمجموعه كبيره يدخلون في دين الله افواجا فهل كثره الاتباع في فترة قليلة وقلة الأتباع فضل في نفسه حتى الرسول صلى الله عليه واله يستشهد بذلك نقول أولا شريعة النبي نوح سلام الله عليه لم يكن للنبي نوح كتاب وإن كانت شريعته شريعة عامة شملت الأرض كلها لم يكن له كتاب وكانت شريعته محددة بإطار لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه كانت شريعة نوح أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص هذه عقيدة وخلع الأنداد وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها و... وأخذ ميثاقه على نوح والنبيين أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأمره بالصلاة إذا في العقيدة التوحيد في الأحكام وفي السلوك الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرض مواريث فهذه شريعته يعني شريعة النبي نوح كانت شريعة محددة لم تشمل كل اطر الحياه البشريه وانما في ميادين خاصه بخلاف شريعه الرسول صلى الله عليه واله انها كانت خاتمه الشرائع اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي اتمام الدين واكمال النعمه شريعه النبي صلى الله عليه واله شملت الفرد قبل ولادته الى بعد وفاته قبل الولاده هناك احكام بالنسبه الى من سيولد بل قبل انعقاد النطفه انه اختاروا لنطفكم فان العرق دساس يعني تشمل حياه الانسان من قبل انعقاد نطفته شريعتنا الى بعد وفاته وبعد جعله في القبر احكام شامله في كل الابعاد حتى في الابعاد ال التي قد اه وصل اليها العلم الحديث ايضا للشريعه الاسلاميه باطلاقاتها بعموماتها ب لوازمها اكو اشارات لهذه القضايا الجديده، لذلك عموما الان مثلا البيوع الجديده او المعاملات الجديده انما تؤخذ من الاطلاقات من الادله العامه. وكذلك خلينا نجي الى العلوم الحديثه الموجوده في العلوم الحديثه للسيد الوالد رحمه الله من موسوعته الفقهيه كثير من هذه العلوم الحديثه التي يذكر فيها راي الشارع. زين. إذا هي شريعة كاملة عامة فهذه نقطة تفوق. النقطة الثانية هذه الشريعة كانت مصدقة للشرائع السابقة. وهذه أيضا نقطة تفوق. يعني الشريعة الإسلامية تصدق شريعة موسى وتصدق شريعة عيسى عليهما السلام وتصدق الشرائع السابقة. تصدق كل الشرائع السابقة وهذه نقطة تفوق. لاحظوا في سورة آل عمران الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان مصدقا لما بين يديه يعني لما ما التصديق هو هذا قيمة من القيم واحد إذا راح للجامعة طبيعيا المراحل الاولى للرشد واحد ما ينساها يعني طبيعيا الوصول للجامعه متوقف على الثانويه وعلى المتوسطه وعلى الابتدائيه هو سير النمو والتكامل في الانسان فهذا كان اكمال الدين واتمام النعمه، اتمام الرسالات السابقه شيء متوقف فما يكذب هذه نقطه ايضا النقطه الاخرى المهم في تصديق الرسالات السابقة تعدد القدوات أنت إذا في بلدك أكو زاهد عالم مقدس من يتهجد في الليل عند ضريحة أمير المؤمنين سلام الله عليه واحد من يشوفه يستانس به يكسب منه يتخذ قدوة إذا واحد شاف زيد من الناس نزلت عليه المصائب والمشاكل وهو صامد صامد لم يزدد الا ايمانا وتوكل على الله هو هذا يعطي قوه فالتصديق بالرسالات السابقه توجب تعدد القوات القدوات للانسان وهذه ايضا نقطه مهمه النبي نوح مثلا سلام الله عليه خب آية في الاستقامة معقولة واحد خمسمية وخ... وخمسين سنة ما ييأس الكثير يقول لك انت لما تنصح زيد من الناس مثلا تنصحه مره مرتين ما تاثر تقول انا القيت الحجه لا التبليغ مو القاء الحجه التبليغ الايصال للهدف اتمام الامر هذا التبليغ لاحظوا الايات المباركه بلغ بلغوا يبلغون آيات أبلغكم أبلغتكم بلاغ بلغت ما بلغت رسالته التبليغ شنو معناه مو صرف إلقاء الحجة أنا أخليت مسؤوليتي أمام الله عز وجل ذكرتك لا إذا كان هذا المفروض المفروض كان النبي نوح أن ييأس وراء عشر سنوات من رسالته 950 سنة يؤمن به على أكثر الأقوال 80 واحد هذا آية في الاستقامة النبي حقيقة. فإذا واحد يكون عنده هكذا قدوة يصدق هذا النبي طبعا مو إذا اكو قصص اسرائيليات محرفة عن تاريخ ذاك لا أو الكتب السابقة المحرفة ما نصدقها نصدق كما في رواية الإمام الرضا سلام الله عليه نصدق النبي عيسى الذي بشر بنبينا ونصدق النبي موسى الذي بشر بنبينا مو هذا النبي موسى اللي هم يدعون أنه هذا تورته وما ما فيه حقيقي، لا، كل توهمات أو كثير من التخيلات وإضافات ممن بعد موسى. ممن أتى بعده. إذا آية النبي نوح آية في الصمود وفي عدم اليأس. أكو المثبطون دائما يثبطون عزائم الإنسان، واحد ما لازم يهتم لهم. والمثبطون كانوا في زمن النبي نوح قطعا هو من الذين آمنوا به حسب القاعدة إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون معذرة إلى ربكم يعني هاي وظيفتي أنا وظيفتي أن أبلغ أنا وظيفتي أن أمر بالمعروف أنا وظيفتي أن أنهى عن المنكر فسذاك استمع ما استمع أمر آخر فمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يمكن هذا يؤثر كثير من الأحيان الكلمة الواحدة لا تؤثر في حياة الإنسان ولكن عندما تتكرر هذه الكلمة تؤثر يمكن الكلمة الواحدة وراء عشرين سنة تؤثر في حياة الإنسان إن تتالت عليها الكلمات الأخرى الإنسان مو قلبه من حجر حتى لا يتأثر بالكلام يمكن واحد ينصحها مرة أولى مرة ثانية عشرين مرة مضافا الى ذلك انه كثير من الاحيان الرسائل المتضاده تشتغل، يعني انت تنصح البت على الحجاب مره بالاسبوع او بالسنه او بالشهر او كل يوم مره، وهي تطالع الفضائيات اللي كل لحظه توصل لها الرساله بعدم لبس الحجاب، وبالتكشف، وبالتعري، وبه وبه. هذه رسائل متضاده تصلها. اذا انت تنصح ابنك وهو ابنك في الشارع وفي المدرسة وكذا دائما رسائل متضادة تجي فأنت المفروض أنت يكون لك إذا باليوم مرة دز رسالة نصيحة مثلا وهو دي يستقبل من الوسائل اللي موجودة الآن في العالم المجازي 500 رسالة كل يوم وطبعا ذاك يأثر هو واحد ما لازم يتأثر بالمثبطين النبي نوح حقيقة هذا قدوة في الاصرار في التبليغ مهما كانت الظروف حتى تتاكد ان رسالتك قد وصلت واخذت مجراها هذا اولا ثانيا نفس النبي نوح ايضا هو قدوة في تغيير الاساليب الله عز وجل يشير في القران الكريم الى ان النبي نوح كان يغير اساليبه لاحظوا الايات لطيفه قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا يعني في اوقات مختلفه مو انه مثل هسه واحد يواعظ يجي باليوم ساعه يقول انا هالساعه اخصصها للوعظ لا انا متفرغ للوعظ ثم اني دعوتهم جهارة السلام عليكم ورحمه الله ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا انا دعوتهم جهارة في مجامع عامه اسررت واحد واحد كنت اشوفه وادعوه هاي طريقه تختلف انه واحد يلقي الكلام لعامة الناس لا واحد واحد تختار من الشباب من المنحرفين من العائلة من كذا وتنصحه بالطرق طبعا الأسلم للنصيحة قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ما كان يتركهم لا هو مأمور بالهداية ويستمر وهو حقيقة كان لا يتعب من ذلك ولا إذن إحدى النقاط التي ترتبط بتصديق الرسالات السابقة أنه نأخذ أمثال هذه النماذج قدوات لنا في الاستقامة. النقطة الأخرى الواقعية ورفض التعصب. يعني احنا مو متعصبين على هذه الشريعة الإسلامية وما نقبل لا بالتوراة ولا بالإنجيل. طبعاً الإنجيل المحرف ما نقبله أما الإنجيل الأصلي نقبله. لذلك هذه ايضا كانت نقطة تفوق للرسول صلى الله عليه واله. يقول أن أقبل مريم سلام الله عليها العذراء. بل في القرآن مدح لمريم أكثر مما هو في الإنجيل. كما في القضية المعروفة جعفر بن أبي طالب سلام الله عليهما عندما ذهب إلى ملك حبشة فقرأ له آيات من سور القرآن عن النبي عيسى وعن أمه مريم سلام الله عليهما. فآمن ملك الحبشه بعد ذلك ابنه ايضا امن واتى الى امير المؤمنين ابن ملك الحبشه اتى الى امير المؤمنين فاصبح خادما عند امير المؤمنين هو دخل في بعض الحروب اسروه جابوه الى الى الكوفه فهو كان مع امير المؤمنين اشتراه واعتقه طبعا هو كان خادم الأمير المؤمنين ابن ملك حبشه النجاشي مذكور في التاريخ واللطيف انه صارت مشاكل في حبشه حروب قبائلية كذا مجموعة من عقلاء حبشة دزوا على يمكن اسمه كان عبد الله يسأل مو في بالي الآن اسمه ابن النجاشي دزوا عليه أنه تعال ارجع وأتوا إلى أمير المؤمنين فليرجع ابن ملكنا حتى نتحد نحن القبائل معه النجاشي لم يعلن كأنما الإسلام يعني الناس بقوا على شريعتهم على طريقتهم هو آمن ف ولكنه رفض ذلك قال أن أكون معك يا أمير المؤمنين خير لي من ملك حبشة وما فيها من الأرض وحبشة كانت بلد يعني كلها زراعة كأنما أصحاب أموال كانوا هناك ذيك الفترة وفد بلد خربة اللي يقول هذا شنو أروح أملك هناك وشنو لا هكذا كان يغير الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه الرسالات السابقة جذب اشقد من النصارى آمنوا، قد من اليهود آمنوا. هو هذه نقطة التفوق كانت، لذلك رسول الله صلى الله عليه واله يقول: آمن بي في سني القليلة الكثير الكثير. هذا مما يجب الاستقطاب للإسلام، وللسيد الأخ رحمه الله في التدبر في القرآن في ابتداء سورة آل عمران تفصيل في هذا الباب أنه التصديق بالرسالات السابقة هذه اولا نقطة تفوق الاسلام وثانيا هذا بيان الحقيقة ورفض التعصب وما الى ذلك لا باس بمراجعة هذا الكتاب. هذه ايضا نقطة. النقطة الاخرى اخلاق رسول الله صلى الله عليه واله وانك لعلى خلق عظيم. انتم شوفوا الانبياء على جلالتهم على عظمتهم بس ما كانوا كرسول الله صلى الله عليه واله. يحملون هكذا اخلاق عظيمه اللي الله في القران يقول وانك لعلى خلق عظيم اج من الناس امنوا برسول الله لاخلاقه وهذا كان نقطه جذب الرسول صلى الله عليه واله في اشد الحالات لم يدع على قومه النبي نوح بالنتيجه ورا 900 و... ورا 900 سنه او اقل لانه هي طولت صنع السفينه كما بينا سابقا بالنتيجه دعى على قومه ما امن منهم الا من قد امن انتهى يا رب انزل عليهم العذاب قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدع على قومه وإنما عندما في مكة كانوا يرمون عليه الأوصاخ ويضربونه بالحجارة حتى سالت قدماه بالدم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون في مكان واحد الرسول صلى الله عليه وآله دعا عليهم طبعا هذا في رواية مذكورة في كتبهم يمكن في البخاري هذه الروايه يمكن سبقت وان اشرت الى هذه الروايه انه عندما القى ذلك الرجل سلاء الجزور على راس الرسول صلى الله عليه واله فاتت فاطمه كما في البخاري سلام الله عليها اتت فاطمه سلام الله عليها ودعت على القوم هناك الرسول دعا عليهم طبعا هذا في كتب المخالفين ومن باب الزامهم هذا جيد، ان الرسول صلى الله عليه واله راى ان الاراده الالهيه التي تجلت في فاطمه سلام الله عليها بالدعاء عليهم، خلاص ما دام الله يريد انا ادعو ولكن انا اقترح على الله عز وجل ان ينزل عليهم العذاب؟ كلا. هاي اخلاق عظيمه حقيقه. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. الرسول حقيقه كان محروق قلبه على هذول الكاف الكفار، على المشركين. على الذين كانوا يذهبون الى جهنم. محروق كان قلبه، الله عز وجل يقول له انه انت مو عليك ان عليك الا البلاغ، انت لازم توصل الرساله، البلاغ توصيل الرساله. والرسول صلى الله عليه واله ما اوذي نبي مثل ما اوذيت، ما اوذي مع ذلك لم يدع على قومه، اذا هذه نقاط حقيقه تفوق. صحيح مو الملاك بالكثره والقله ابدا. اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم لا يفقهون، اكثرهم أكون ذم للاكثريه عموما في القران الكريم ولكن اذا الواقعيه اجتمعت مع كثره الافراد زين هاي نقطه تفوق الرسول النبي نوح سلام الله عليه كان رجلا واقعيا حقيقيا ولكن لم يؤمن به لانه هذه نقاط التفوق التي كانت في رسولنا صلى الله عليه واله لم تكن في النبي نوح امن بالرسول صلى الله عليه واله في سنيه القليله الجمع الكبير الكبير الكثير الكثير في مكه لم يؤمن برسول الله الا 200 كسور وفي المدينه الافواج اللي كانوا يجون بعض الافواج كانت فوق ال يعني عشيره كلها تجي عند رسول الله معا رجالهم يؤمنون القبيله كلها تجي او كثير من بعض كما في التاريخ بعض الافواج كانت فوق ال وخلال فتره مكه امن برسول الله شويه فوق ال 200 ما ادري 250 260 مذكور في التواريخ طيب هذه النقطه النقطه الاخرى من كثره اتباع الرسول صلى الله عليه واله يمكن واحد يشير انه الشرائع السابقه لك كانت لها فترات محدده مثلا شريعه النبي عيسى الى الشريعه الاسلاميه 600 سنه تقريبا ولكن الشريعه الاسلاميه هي مستمره فيؤمن برسول الله اولا يمكن الاف السنين الى فتره الظهور وان شاء الله نرجو ان يكون الظهور غدا ان شاء الله ونامل بل ان يكون هذه الليله في هذه الليله ولكن ايضا بعد فتره الظهور عامه اليهود عامه النصارى يؤمنون بالامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يؤمنون ايش قد فتره الظهور؟ مئات السنين؟ الاف السنين؟ بعد ذلك فترة الرجعة فترة الرجعة مئات السنين آلاف السنين حسب الروايات المختلفة هذول كلهم على الشريعة الإسلامية فكثرة أتباع الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول الرسول في هذه الرواية أنه في الجنة 120 صف 80 ماخذين ما السرة أو شنو واقفين في صف ف80 منها من أتباعي و40 منها من أتباع الشرائع السابقة المؤمنون في الشرائع السابقة وهذا شيء طبيعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتباعه قبل الظهور ايش وقت ألف سنة ألف سنة أو أكثر عشرة آلاف سنة العلم عند الله بعد الظهور مئات السنين أو آلاف السنين السنوات وبعد الرجعة يمكن آلاف السنوات أو أكثر حسب مختلف الروايات عندما يعني فترة طويلة فترة طويلة لذلك من الطبيعي أن يكون أتباع الرسول صلى الله عليه وآله هكذا لاحظوا الكتاب فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لقد أقام نوح في قومه ودعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما دعاهم يعني الدعوة كانت تسعمائة وخمسين سنة مو عمر نوح عمر نوح ألفين وخمسمائة سنة حسب بعض الروايات ثم وصفهم الله عز وجل فقللهم اللي آمن هو الله يقللهم فقال وما آمن معه إلا قليل جماعة قليلة ثمانية أو يعني كل عشر سنوات أقل من واحد كان يؤمن بالنبي نوح النبي نوح كان يكثر جادلتنا فأكثرت جدلنا يعني زين إذا واحد عشر سنوات يشتغل حتى يهدي له واحد هو هذا يكفي للدنيا والاخره لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس او من الدنيا وما فيها فقللهم فقال وما امن معه الا قليل ولقد تبعني في سنيي القليله وعمري اليسير خلال ثلاثة 23 سنه من الرساله ما لم يتبع نوحا في طول عمره وكبر سنه. ما متبعين نوح المقدار. الاف امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ارتد كثير منهم بعد رسول الله هذه قضيه اخرى يعني تحتاج الى تحليل النفسيات يمكن اشرنا في بحث سابق انه ليش هذول ارتدوا؟ لانه جذورهم كانت جذور كفر فصحيح امنوا وحسن اسلامهم ولكن في المنزلقات الخطيره وفي ال الحالات الخاصه عندما يغلب الخوف كذا تعود تلك الجذور الى الظاهر فقد يكفر الانسان والعياذ بالله كما ارتد كثير ممن امن بالرسول طبعا كثير منهم ايضا بعد ذلك رجعوا وتابوا واستشهد بعض من ارتد بعد استشهاد رسول الله استشهد في حرب صفين مما يثبت انه قبلت توبتهم وتبعني في سنية القليلة وعمر اليسير ما لم يتبع نوحا في طول عمره وكبر سنه وإن في الجنة عشرين ومائة صف أمتي منها ثمانون صف. ثمانون صفا أمتي ثمانون صفا بينا طبعا فد مشكلة هنا موجودة أنه إذا ثمانين صف من المية وعشرين صف من أمة الرسول في فترة قبل الظهور وبعد الظهور والرجعة هذه الفترة الطويلة يعني شيء طبيعي ليش في سورة واقعة الواقعة بالنسبة للسابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين جماعة كبيرة وقليل من الآخرين الآخرين هل المقصود به يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله القليل الثلة من الأولين إذا الأولون آمن الأربعين صف كثير منهم من السابقين والثمانين صف كثير منهم من اصحاب اليمين مو من السابقين فهل المقصود ثله من الاولين وقليل من الاخرين يعني من كان في زمن رسول الله والاخرون طبعا اكو في روايه انه يا علي انت وشيعتك من المقربين فالثله اللي تشمل من الاولين مو معلوم انه الاخرين المقصود به يعني هناك حدود يعني الرسول صلى الله عليه واله حد بين الاول والاخر لا أقل في هذه الآية وإنما يمكن في الآخرين يعني من أصحابه بعد الرجعة يمكن من أصحابه بعد فترة الظهور يمكن أن يكون كذلك وإن الله عز وجل جعل كتابي المهيمن على كتبهم الناسخ لها أخذنا الوقت إن شاء الله البحث في استصحاب الشرائع السابقة بل حكومة الشرائع السابقة وانه كيف يتم النسخ؟ وهل الاصحاب تام ام غير تام؟ لان هناك مناقشات عديده من مختلف العلماء، طبعا محل البحث الاصول ولكن نشير اليه، بما ان الرسول صلى الله عليه واله هنا يقول وان وان الله عز وجل جعل كتابي المهيمن على كتبهم الناسخ لها، فهل هذا نسخ للشريعه بكل احكامها ام نسخ لاصل الشريعه؟ ويمكن استصحاب الأحكام الجزئية طبعا إحنا لازم يعني نتفق بأن العقائد والأساسيات في كل الشرايع واحدة ماكو في شريعة اللي الشريعة تقبل الشرك العقائد والأساسيات كلها واحدة الاختلاف إنما في بعض الجزئيات حسب المصالح يعني حرم على اليهود الشحوم الشحوم محرمة على اليهود بنص الآية المباركة طبعا في توراتهم أيضا الشحوم محرمة عليهم إلى يوم القيامة أبدا الأبد هكذا خب إذا الشحوم محرمة على اليهود ليش؟ لأنهم عصوا الله عز وجل وفي الآية إشارة إلى ذلك لاحظوا الآية المباركة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون بغي ظلموا فجزاء ظلمهم أن الشحم محرم عليهم أبد الأبد هذا في الشريعة الإسلامية ففي العقائد أكو اتفاق أو حرمة الصيد في يوم السبت هذا كان نوع من الافتتان لأولئك فقط أصحابه السبت فقط حرمه الصيد وهذا كان امتحان لانه في يوم السبت الحيتان كانت تجتمع كما في نص الايه المباركه وتكثر في غير ايام السبت ما كانت حيتان يريدون يصطادون رزقهم على الحوت واكلهم من الحوت من الاسماك ما كانت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا بكثره ويوم لا يسبتون لا تاتيهم قليل قليل نادر هذا هو كان امتحان مو الا نجي نقول هذا الحكم هو لا زال قائما كلا نسخ هذا الحكم كما ان النسخ كان في شريعتنا بالنسبه الى الايه اقل الايه المتفق عليها انها نسخت هي ايته النجوى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلكم خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم هذه الايه الاولى والقضية معروفة والإمام أمير المؤمنين كان يقدم الصدقة ويستشير رسول الله صلى الله عليه وآله والناس تركوا ذلك أصلا تركوا استشارة رسول الله فنزلت الآية الأخرى كأنما هذا إجماعك وأنه هذه الآية هي لأن باقي الآيات في خلاف أنها منسوخة غير منسوخة أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون النسخ يعني قضية عادية فترة من الحكم طبعا هذا مو نسخ بمعنى ان الله عز وجل شرع حكما وبعد ذلك ظهر له بعض سيئات هذا الحكم فرفع يده عن الحكم وانما التشريع كان تشريع ظاهرا ما له زمان مو مقيد بزمان خاص بعد ذلك ظهر نسخ هذا التشريع ان التشريع عند الله كان محدد ولكن لم يبين ذلك بس ان شاء الله البحث في تفصيل استصحاب الشرائع السابقه بل حكوماتها المستصحاب نفس الدليل لا زال حاكما الان حاكم ان شاء الله ليوم غد هذا وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين